تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب سمه فيها عن تعازيه لجلالته حفظه الله وأيده بنصره وتوفيقه ولذوي الشهداء والوطن باستشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل. وقال سموه في برقيته: إننا إذ ننعى أبناءنا البواسل الشهداء أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني المشرف بشجاعة وإقدام في ميادين البطولة دفاعا عن الحق وإعلاء لرايته لنؤكد بأنهم بدمائهم الزكية سطروا ملحمة بطولية فهم الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل حفظ الأمن والاستقرار ولم يتوانوا يوما عن التضحية بأنفسهم في سبيل نصرة الحق داخل الوطن وخارجه مؤدين رسالتهم على أتم وجه مسطرين أروع معاني البطولة والولاء الصادق سائلا سموه الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويدخلهم فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين ويجزي أهلهم وذويهم خير الجزاء ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحمي وطننا ويديم عزه في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم أيده الله.